السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادة من قناة Infinite Game. اليوم جبت لكم نسخة تجريبية من لعبة الرعب ماتنا جماعة الخير. أقول لكم من الحين هذه اللعبة جماعة الخير تخوف، فخلوكم جاهزين. فأنا شفت مقطع بسيط في اليوتيوب وعجبني طريقة اللعبة، فقلت لازم أجربها هذه اللعبة في القناة، لأن حسيت أن هذه اللعبة تستاهل التجربة وتستاهل أن نجربها في القناة. فخلونا ما طوب كلام ونبدأ نخاف. أنا جاهز يا جماعة الخير، أنا جاهز. كما تشوفوا يا أخوان أن هذه اللعبة ما عندهم شيء اسمه استقبال، يعني ما عندهم شيء اسمه ريسبشن يا جماعة، يعني على طول أنت داخل البيت أوكي تبدأ، يعني مرة على طول يعني استقبال عندهم معدوم يا جماعة. فأنا قاعد أتكلم واجد لأن أخاف أبدأ، فهي أوكي خلونا نضغط إنتر ونبدأ يا جماعة. يا ساتر على البيت، والله البيت ممتاز يا أخوان. وإيش هذاك السكة يا أخوان؟ والله العظيم انا ما بروح هناك، انا ما بروح هناك ارجو، والله يا اخوان انا ما اريد اروح، ارجوكم لا تودوني هناك. هنا شباب، انا اول شيء بكمل سيدي يا اخوان. انزين قبل ما ادخل لك الباب، في صوت، يا جماعه. انا بقره بسوي نفسي قاعد اقرا يا اخوان. انزين هذا وش في هذا؟ لوكا ماكسويل هذا يا جماعه تخيل مكتوب انه هو مطرود من المدرسه. اوكي سمع صوت؟ حد وراي؟ والله العظيم في صوت. يا حمار قسم بالله هذه اللعبة ما اريد العبها انا. بسكر يا اخوان، بسكر اللعبة. لا ما يتفتح الباب، اكيد ما يتفتح الباب، اكيد بيكون مسكر. هذه اللعبة ترعب يا جماعة، لازم يكون مسكر الباب. هذا ويش؟ في شيء مغطي هناك. هذا من داخل اللي اسمه داخل الحف. الحاف اوكي ايوه. جراند فادر، هذا الساعه يسمى جراند فادر يا جماعه. يعني انا متاكد ان يريدوني اروح هناك يا اخوان، انا متاكد. والله العظيم حد وراي، يا جماعه. انا ما بشوف ورا، انا ما اشوف ورا قسم بالله. حد وراي يا اخوان، انا جماعه قاعد العب بالماوس والكيبورد، خلوني اتكلم لاني حد وراي. انزين قاعد العب في اسمه في مفتاح، قسم بالله حد وراي، والله العظيم قاعد يمشي وراي انا متاكد. انت تسمعون الساوند افكت اللي في هذه اللعبه يا اخوان؟ قسم بالله يخليك ما تعرف تركز. تسمعوا اصوات انتم؟ تسمعوه ولا انا اللي قاعد اسمعه بس؟ لاني انا لابس سماعه. يا زبالة وش هذه اللعبة؟ قسم بالله دقيقتين وقابلك صداع. هذاك المفتاح اللي يعطوني مال وش هذا؟ قبل شوي كان مسكر الباب. يا حبيبي على الغرفة. هلا والله يا مسمك يا شيبة، كيف حالك؟ اوكي اوكي كذا السالفة. يعني اقول لك يا شيبة، شوف انا بشيل شيء، بشوف هذه الصورة. اها اوكي خليه. هلا والله جراب. اها طلع ذي كان مخبين شيء هنا. لو باغين يا مسمك اشوف هذا، والله ما اريد اشوف هناك، يمكن في شيء بيطلع لي. وش هذا؟ لوكا. ترى انا اللي اوكي حصلنا مسمى، حصلنا ايش يسموه هذا؟ كاميرا يا اخوان. طلع هذا اللي نحن هذه الشخصيه اللي قاعدين نلعبها يا اخوان هو لوكا. اوكي هنا في قفل، هذا يحتاج له شكله، لازم ندور على رقم سري يا اخوان. في حد قاعد يلعب معي ورا هناك، انا برجع هذا. هذا كان يتحرك يا اخوان، ما كان جالس كذاك، كان الصوب. انا متاكد اذا كان صوب الثاني. لا تتحرك، خليني وحدي، ما اريد اكلم حد. انزين انا بشوف يا اخوان. تخيل حد يطلع لك كذاك وانت قاعد تشوف هذا الحركه، حركه خايسه يا اخوان. شوي شوي يا جماعه، شوي شوي اوكي شوي شوي. ترى حد وراي، انا اقول لكم انه حد وراي قاسي خاصي. ما في شيء، ما في شيء. اشتغل التلفزيون، اشتغل التلفزيون. شو اخبار يا اخوان؟ خلونا اسمه ذكي نشوف اخبار. انزين
rooms were paintings by Picasso, as well as some gold and diamond jewelry. ويش في سرقة ويش؟ ويش صار؟ ويش صار؟ قسم بالله حد ورا والله في غرفتي هنا اللي أنا حد ورا يعني. ما أكذب عليك ما أخون والله في حد ورا أخاف أدور الحين. أخاف أدور. إنزين بعدين وش صار تو؟ ويش يا الأخبار وش وش بقين؟ ماتسون. اوكي قتل تسمع هلا ماتسون كذا الشريط طلع يا اخوان هذا اللي هي ابو قتلة اللي اسمها العائلة والكرسي يتحرك وحده كذاك بروحه ممتاز جدا انا وش اسوي الحين لحظة خليني افتح الكاميرا اتوقع في اكيد في سالفه في التصوير لان هذا اللعب يا اخوان لازم تصور هذا الكرسي ما قص يدور ببلاش لازم اصوره احتاج فيلم يا اخوان احتاج اسمه ذاك لان هذا اسمه كاميرا قديمه هو حصلته هذا هو اوكي يا زباله لا تتحرك شايفنك انا ما قتلكم يا اخوان ما قتلكم انه لحظه شوف حرك حرك حركه اسمه ذاك اسمه شو يسموه هذا الكرسي كان بايتقلب بايتشقلب يعني بايسوي بيعك فليب اوكي المكان ظلم يا اخوان اذا لاحظتوا اوكي عندي مفتاح وش عندي بعد عندي صور وعندي هذا وعندي الكاميرا ممتاز جدا اوكي يا جماعه خلونا نكمل خلونا نكمل المكان يا اخوان ترى مظلم المكان مظلم يا جماعه فانا كيف تريدوني اتحرك في مكان مظلم يا جماعه انا بروح سيده بكمل سيده يا اخوان انا ما اشوف شيء يا اخوان انا ما اشوف شيء والله العظيم تصور حلو لحظة شوف خليني اسمك هز هذا الصورة لا ما في شيء يا اخوان شوفوا ايش قدامي ولا لا وليت باغي يحترق انا كيف بروح يا اخوان بروح انا وين اروح تو بصور يا اخوان اتوقع في شيء قدامي اتوقع في شيء قدامي لا يبين ما في شيء تو وين اروح انا بروح قدام بس انا مجنون والله تروح قدام ليش ولا يمكن هنا لحظه اشوف هذا المكان خليني اتشيك هنا يا اخوان يمكن هنا هنا عرفت ايش هذا تحط صوره هنا I might want to look around for something else first. وش يعني وش قصد بهذا الكلام؟ قول إن محتاجين شيء هذاك رجع مرة ثانية هذا اللحاف رجع مرة ثانية يا أخوان يا أخوان خلكم جاهزين وش هذا في شيء هنا فهمت يا جماعة فهمت انا فهمت يا اخوان شفتوه يلعن كيف طوله مسمى ايوه هذا علقه وش نعلق هذا زين وبعدين مسمى نعلق الصوره يا اخوان ايوه نعلق هذا الصوره زين بعدين ايش نسوي؟ ايش نسوي فيه؟ نصوره؟ نقرب نصور؟ بالضبط يقول لك يشير لك انه ورا خلف الخلف ايش فيه؟ لحظة اروح هنا يا اخوان اشوف ما في شيء؟ اكيد ما في شيء؟ ما في شيء يا جماعة قصدي الخلف يعني يدخل هنا؟
لحظة أنا ما شفت هذا. أوكي هذا وش معناته؟ أنا ما أعرف إيش قاعد أسوي الحين. افتح الباب. سلكت. لا أنا ما أريد هذا. مفتاح مفتاح يا أخوان. طلع هذا المفتاح من هذا الباب. أوكي. خلصنا اللعبة. خلصنا الديمو. طلع يا أخي الاسم ذاك. طلع النسخة تجريبا من هذا اللعبة قصير يا أخوان. ولكن الصراحة كان ممتاز يا اخوان، كان ممتاز. اكتبوا لي في التعليقات ايش رايكم في هذا النسخة التجريبية من هذه اللعبة يا اخوان، اكتبوا لي في التعليقات. انا بصراحة استمتعت في هذه النسخة، وان شاء الله اول ما تنزل اللعبة يعني نسخة كاملة راح العبها ان شاء الله في القناة يا اخوان. فلا تنسوا تدعمونا باللايك والشير والاشتراك يا اخوان. كان معكم عادل من قناة انفينيت جيمنج، ملتقانا ان شاء الله في الفيديو القادم. سلام.